مشاهدينا، وللمزيد حول أزمة النازحين واللاجئين في ظل موجة الحر التي تضرب العراق وأهمال غير مبرر لهم من قبل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين ديلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. رصدتم في مرصد أفاد عشرات الإصابات وحالات الأعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مخيمات بزيبز وكذلك العامرية تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا. كيف تصف لنا وللمشاهدين وللرأي المحلي والعالمي أوضاع النازحين في المخيمات المذكورة وكذلك باقي المخيمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للراحلين على الاستضافة، تحية للجمهور الكريم. الحقيقة أن وضع النازحين لا يخفى على أحد، سواء على المستوى الرسمي في السلطة والحكومة ووزارة الهجرة والمهاجرين، حتى في الحكومات المحلية في محافظة الأنبار أو محافظة نينوى وصلاحتين التي تضم مخيمات النازحين، أو على حتى على المستوى الشعبي والناشطين الذاتيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية. الوضع مأساوي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. نحن الآن في منتصف الشهر السابع، وهي بداية يعني أيام التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة الأكثر والأقصى في فصل الصيف. هذه المخيمات الأيام العادية تعاني معاناة شديدة في ظل نقص المستلزمات والإغاثة والأطعمة. اليوم نحن نضيف لها إشكالية الحر الشديد، الخيم مهترئة، لا توجد مبردات هواء، لا يوجد أحد يرسل لهم حتى قوارب الثلج التي تبرد الماء بصوره منتظمه. كل ما يحدث هناك هو نشاطات فرديه من بعض الناس وبعض المهتمين باحوال النازحين، لكن هناك تنصل واضح من الحكومه العراقيه من وزاره الهجره والمهجرين التي تسال بشكل مباشر عن وضع ومعاناه هؤلاء النازحين. نتحدث عن الاف العائلات في محافظات الانبار ونينوى خصوصا، ناهيك عن بعض النازحين في محافظتي زياره صلاح الدين. هؤلاء يقاسون اشد الوان العذاب في تلك المخيمات التي يسميها الناس مخيمات الذل والعار. طيب، ايضا حديث وزيره الهجره والمهجرين اكثر من مره عن عدم وجود مخصصات للمخيمات والنازحين، هل يعفيها وحكومتها من التحرك لإنقاذ عشرات الآلاف من العائلات من الهلاك تحت هذا الحر وقلة الإمكانيات كما يدعون؟ يعني طبعا هذا يضع مسؤولية كبرى على هذه الوزارة، كونها أصبحت وفق كلام الوزيرة يعني وزارة بلا معنى، وزارة بلا استحقاق، وزارة بلا داعي لوجودها. إذا كانت هي الجهة الأكثر مسؤولية والأكثر معنية بشؤون هؤلاء النازحين والمهجرين وتقول ليست لدي ميزانية ومخصصات، فلماذا توجد هذه الوزارة؟ لماذا تقبل أن تكون في منصب وشاهد زور على المعاناة والمأساة التي يعاني منها هؤلاء النازحون؟ نحن نتحدث عن هذه الوزيرة بيان جابرو، هي في الوزارة منذ 5 سنوات، هي لديها سيرة سيئة للأسف وسمعة سيئة الصيت في تقدير احتياجات وتوفير مستلزمات النازحين والمهجرين. ليست لها دور حقيقي أو لوزارتها في إنقاذ هؤلاء النازحين. الميزانية العراقية هذه التي صوت عليها البرلمان قبل 7 أسابيع هي ميزانية تجارية أكثر من 150 مليار دولار، هل يعقل أن وزارة الهجرة والمهاجرين تقول ليست لديها مخصصات للنازحين؟ نحن نتحدث عن تقريبا 800,000 إلى مليون نازح، ينبغي أن يعاملوا نفس معاملة مواطن عراقي. لماذا الوزارة لا تطالب السيد رئيس الوزراء محمد الشيخ سجان بأن يعطيهم يعني التمويلية، الأرضية التمويلية التي توزع لبقية الشعب العراقي؟ لماذا لا تطالب بتوفير كربانات بدل المخيمات هذه المهترئة التي لا تدخل حر الصيف ولا برد الشتاء؟ لماذا لا تطالب بتوفير أغذية؟ لا تجد في هذه المخيمات حتى طبيب يعالج الأمراض ولا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة. ليست هناك حتى مدارس قريبة في تلك المخيمات. هناك جيل أصبحت أطفال لديهم 10 سنوات بدون مدارس. نحن نتحدث عن مئات الأطفال الآن بدون مدارس منذ أكثر من
من 4-5 سنوات، كيف تقول هذه الوزيره وهي تتبوأ مقعدها في هذا الكرسي للمره الثانيه انه ليس لديه مخصصات؟ هذا لا يعفيها من المسؤوليه بل يزيد عليها وعلى عاتق هذه الوزاره التي قدمت نماذج سيئه للاسف في خدمه العراقيين. طيب على الجانب الاخر النائبه فيان دخيل تصرح بان وزاره الهجره والمهجرين هي من اكثر الوزارات فسادا، لماذا لا تزال حكومه السوداني والبرلمان كذلك يثقان في بياناتها والمصروفات التي تستعرض فيها اعداد النازحين او المصفوفات التي تستعرض فيها اعداد النازحين العائدين الى مدنهم؟ طبعا قضيه الفساد تشمل كل مفاصل الحكومه العراقيه وكل الوزارات، ووزاره الهجره والمهجرين ليست استثناء عن هذه القاعده، فهي وزاره مثل غيرها تصيبها قضايا الفساد، وللاسف هذه الوزيره تنتمي لاحد الفصائل المسلحه وهي مرشحه على ميليشيا البابليون السودانيه التي سامت اهالي العراقيين في مناطق تهلمينا وسامتهم العذاب، وهي هذه الميليشيا تمارس دور سيء جدا في محافظه نينوى، وهي بالتالي عندما ترشح شخصيه عنها لكي تكون وزيره فلن تخرج عن طوع ومعارض تلك الميليشيات، لكن ينبغي ان يوجه الكلام للسيد رئيس الوزراء الذي يزعم انه يحارب الفساد، وبالفعل خلال الاسابيع الماضيه القليله شهدنا كثير من المسؤولين يقالون، كثير من المدراء العامون الذين قبض عليهم بتهم الفساد تمت احالتهم الى المحافظ المختصه والى هيئات النزاهه، ومن باب اولى ان تكون هذه الوزاره التي تتبعها جهات عديده بالفساد ان تكون معرضه، وينبغي ان تستهدف هيئه النزاهه بالمراقبه والمحاسبه والمتابعه الحثيثه، لانها بالفعل لا تؤدي شيء من مهام عملها الحقيقي، والنازحون خير وسيله. انا يعني جدير بالذكر ان هذه الوزيره قبل شهرين تقريبا شهدناها تحضر احدى مخيمات النازحين وتلعب مع نساء النازحات لعبه شعبيه عراقيه، وكان هؤلاء النازحين في احسن ظروفهم وليست لديهم معاناه، وما ياتي صوره سيئه عن حقيقه ودور هذه الوزيره ووزاره الهجره بشكل عام. طيب استاذ حسين اخرا، يعني كردستان العراق كذلك تستضيف اليوم قرابه 1 مليون لاجئ ونازح ومهجر لديها، تشتكي ايضا من قله التخصيصات الماليه لديها على الرغم من ان هناك واردات كثيره تصل باسم النازحين من جهات كثيره. لماذا يتم التضييق على النازحين بهذه الطريقه، ولماذا لا يتم يعني تخصيص الاموال المخصصه لهم واعطائها لهذه المنظمات؟ طبعا الحكومه تسليم كردستان تواجه ما يشبه الحرب اليوم مع الحكومة الروسية في بغداد، هناك صراع حزبي بين الأحزاب المشكلة للإطار التنسيقي اللي يعتبر الجسم الرئيسي للحكومة العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجه الخصوص الذي يترأس حكومة كردستان، هناك صراع حزبي فيما بين هاتين الحكومتين بين بغداد وأربيل على قضايا النفط، وبالتالي كل هذه الصراعات تنسحب على قضية شؤون النازحين. بالتأكيد النازحون ليسوا يعني اهم واولى اولويات الاقليم، وبالتالي ينبغي ان توجه جزء كبير من اتهامات الحكومه المركزيه في بغداد التي تساوم حكومه اقليم كردستان على كثير من القضايا التي نعم استاذ حسين مسؤوليتها. وهناك ايضا مخيمات كردستان تحظى برعايه امميه بخلاف بقيه المخيمات في نينوى والانبار، وبالتالي عملية التخطيط مع هذه المخيمات مسؤولية تقع على جميع الأطراف. نعم، من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.